أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلب في الهموم تمسقا. سيادنا السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد وحلقة جديدة من برنامجكم ولا تيأسوا. اليوم جينا لمنطقة سيدي علال البحراوي، هاد المنطقة اللي معروفة بسمية الكاموني هنا في المغرب. أكيد الناس اللي كيمروا عبر الطريق الوطنية المؤدية لمدينة فاس فهم كيمروا على هاد المنطقة هذه اللي معروفة كما قلت بالكاموني، ولكن الاسم الرئيسي ديالها أو المتداول يعني اللي هو سيدي علال البحراوي. جينا اليوم عند سي رحال اللي سأعانى لسنوات عديدة من مشاكل على مستوى القولون العصبي والجهاز الهضمي. أكيد أن هذه السنوات يعني اللي ابتدأت منذ سنة 1990 فالحمد لله يعني تكلت بالشفاء من بعد التجاء المراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. خدا جرعة واحدة كانت كفيلة بالوقوف على تحسن كبير جدا بمقارنة مع تلك السنوات الفارطة اللي قلت يعني منذ سنة 1990. احنا جينا اليوم عند سي رحال باش نتحدثوا معاه ونعرفوا كيف كانت رحلة المعاناة مع المرض وطريق الشفاء اللي تأتى بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أيضا المكملات الغذائية التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. بعد لحظات إن شاء الله غادي نتلاقوا مع الشهادة ديال السي رحال، وأكيد أنني غنخليكم تستمعوا لها. أنا سميتي رحال دحماني، كنسكن على البحراوي. المرض ديالي خويا ما خليت تطبيه والو، ما خليت مندوز. تقول لي عندك العصب كيعطيني شي دواء ما كيأمنني والو. شوية اتصلت بقيت كنقلب في التليكوموند قناة الحقيقة، طلعت لي قناة الحقيقة، عيطت عليهم قال لي ودي، قال لي اتصل المركز في سلا تبركت. شوية شديت الجرعة الأولى جاب الله الشفاء، وأنا أمي متقسمني الحالات بزاف، وكنشكر الدكتور الهاشمي والأعمال ديالو الله يقوي خيرو الله يرحم الوالدين. كنت كنحس بالمصران ديالي كينفخ ليا والبوط، وكان تجيني الأعصاب وكنت نتوسوس. أنا المهم ما مرتاحش ديما، أنا قلق مع الدراري وداكشي ما عنديش شي خاطري هادي. وشحال ما خانيت ما عانيت من 90 وانا كنتبع على هذا المرض هذا. وشويه باللي شربت الجرعه شويه تنقصت بالحالات، ما بقاتش كما كنت. والله ماك الحمد، وكنشكر الدكتور الهاشمي والموظفين ديالو الاعمال ديالو الله يقوي خيره. هو كان كيزيرني، كان المهم الخاطر ما عنديش خاطر مكوانتي فيها، ما الدراري كاع منحمل الصداع منحمل حتى حاجه والو. وبقيت كنشوف الحالات كيدوزوا بحال الحالات ديالي وانا نترجع للمركز. ايوا خويا الله يقوي خيره. عدي منهم عانيت كثير شحال وانا كنعاني في هذا المرض هذا. المهم شرب الجرعه الاولى ارتاحيت تمت غادي، المهم تنقصت مني حالات ما بقاش كما كنت. وكنشكر الدكتور الهاشمي يقول لي عندك الاعصاب في الجهاز الهضمي وكله، واش كيقول لي في المصران في المعده كيعطوني داك الدواء ما تيدير لي والو، تيكالميني شويه صافي صافي تنعاود نتجه لطبيب اخر ثاني. وفي ما قال لي الطبيب تمشي عنده تقلب عليه. ايوا الحمد لله اللهم الحقيقه بانت لي، بقيت عمر ما كنقلب تبان لي الحقيقه شت الحالات بحال ديالي ولي وانا نتاجا للمركز. الحقيقه بانت لي حتى الاخر، انا عاد نقلب يتبان لي الحقيقه. انت كنقول للناس اللي بحال هذا المشكل اللي عندي اتاجوا للمركز الهاشمي، راه محلولين جوا الابواب محلولين. وما عنديش الخاطر اخويا والو، انا مزير ما عنديش الخاطر، ما لقانا ما كيناش جي من عندي وسواس. انا هادي من هادي من لي هادي من وديما مزير، ديما الخاطر ديالي ما كاينش مع الدراري نقدر ندور فيها، ما عنديش مغيش الحمص الصداع ما حملت حاجه والو. والله ما الحمد دابا راه شويه نقص من الحالات، ما بقاش داكشي اللي كان فيا راه تنقص. كان غادي تنبقى نكرر الهضره في بحال دابا، قال لي شي واحد ماشي حتى لي كنقول علاش يقول لي ديك الكلمه، كتبقى علاش يقول لي الكلمه ما خصهاش يقولها ليا، كنبقى متردد كنبقى نعاود كنعاودها في القلب ديالي من الداخل. ايوا انت خويا ما عنديش لقانا والو، دابا انا ما مرتاحش ما نقدر، ما عنديش لقانا نريح في بلاصه ما عنديش. المهم انا غير دائما مزير دائما، ونتمنى والله الدكتور الهاشمي الله يقوي خيره بالاعمال اللي كيجاهد مع الناس الله يقوي خيره. واش تي صح ما عنديش لقانا حتى واحد، انا ما صافي فيكسي مزير ما عنديش كله. واخا نهضر مع ديك الهضره انا، المهم انا كنحس براسي كيفاش داير من الداخل، نحس براسي مزير ومريض وما عنديش لقانا كاع اللي كاين. شنو نقول لك مدام ديالي هي اللي تكلفت لي بهادشي كله وجرات معايا مسكينه الله يقوي خيرها، حتى هي كنشكرها، حتى هي هي اللي تاجت لي قالت لي والو خدمش الحقيقه. ايوا مشيت نويا الحقيقه، عيطنا المره الاولى الثانيه الثالثه ما جاوناش. شويه طحنا في المركز قال لك اودي راه فين البلاصه كتكون، قلت لهم سلا على البحراوي، قال لك راه كاين المركز في سلا في تبركت. حنا نتاجوا للمركز ديال سلا على البحراوي، من سلا على البحراوي مشيت للمركز في تبركت. الجرعه الاولى
شويه جاب الله الشيفره غادي اللهم لك الحمد دابا تنقص مني شحال من حاله ما بقاش كما كنت كاع حتى هي غاديه معايا على حساب الحساب داكشي اللي عندي انا المهم ما كتعاندنيش ما كدير معايا حتى شي حاجه والو ديما غاديه مساوي معايا مزيان اللهم لك الحمد كنشكرها حتى هي اللي وقفت معايا فهاد التجنب هاد الحقيقه هذا الحقيقه راه ماشي كذوب خويا الحقيقه هذه اعشاب طبيعيين كنقول للناس ما تردوش ضروري تمشيو لهذا المركز مركز الهاشمي في كل الباب مفتوحين ما كشت الحالات كيدوزو بحال ديالي انا قلت انا خصني نتوكل على الله ونمشي ضروري ما قاني حتى شي باب والو فين غادي دوز اطيبه ما خليت حتى بلاصه دزت ما خليت فين جريت ما خليت والله ما نمشي للحقيقه جاب الله شي هذاك الشيء ارتاحيت شويه عاد غادي كنشرب ارتاحيت في النفس ديالي ما بقاش كما كنت كاع مزير كما كنت والله ما قلت الحمد كنتمنى الناس ما يطردوش ضروري يمشيو للمركز الهاشمي راه في كل بلاصه مفتوحين لا دابا تغيرت اخويا شويه تغيرت الاحوال ديالي شويه ماشي وليت عادي مزيان الخطر عندي كيفاش نخدم كيفاش نريح مع الاصدقاء كيفاش كنجتمع مع الناس كيفاش ما بقاش كما كان نقصت مني شحال من حالات نقصت مني بهذا الاعشاب الطبيعه ديال المركز الهاشمي الحقيقه انا الحقيقه والناس اللي ما تردوش ضروري تمشيو العشوب الطبيعيه راه مزيانين ركت انا بهذه الحالات ديالي كنت انا ما تنعش والو العزالي ما مرتاحش تتجت بالحقيقه راه جاب الله الشفاء راه الله مالك الحمد الانسان ما يتردوش ضروري يمشيو للحقيقه راه العشوب الطبيعيين مزيانين انا كنت كنكذب في هذه القضيه وانا نتجه وانا نتقسمني الحالات عاد ارتاحيت نتمنى الناس يسيروا الحقيقه ضروري ما يتاخروش هذا الشيء اللي كنطلبوا